وكان عانيو من الماء، الماء الصالح للشرب كان عانيو منه بزاف. المهم جينا درنا الاعتصام قبل العيد، انا جا القائد والرئيس الجامعه وعدونا باللي غادي يديرونا حتى حنا البانا ديالنا باش نحكموا في الماء ديالنا. ساعه ما جا والو، الوعود اللي كان ما كاين الماء في الدار نهائيا نهائيا. وتقول شي عام صادي باش مشال، ما عندناش شي 50 دار ولا 60 تقريبا ما عندهمش الماء نهائيا في صفه نهائيه. واش كدير؟ كنديو البهايم حاشاك نسقيو، كاينين شي بيران تماك عند مولاهم كنسقيو شويه شي لقطات وصافي. زعما تدخل الحمام باش دوش، راه ما عندناش باش نغسلو حوايجنا، ما عندناش حتى حاجه. الا عندك شي بهيمه راه غتبقى تموت بالعطش، خلي انت ليه. حنا كنعانيو بزاف من هاد المشاكل ديال الماء. الماء كاين ماشي ما كاينش، كاين، ولكن المشكل ديالنا حكموا فيه الناس بالبنات. الا بغيت هاد الدوار يشرب كنطلق ليه الماء، الا بغيت نخلي هذا بالعطش كنسد عليه البانا. قلنا ليهم عطيونا البانا ديالنا نحكموا فيها، وعدنا القائد ورئيس الجامعه الساعه ما الوعود الكاذبه كاينه. اش كيجي لعندنا هنا، اش كيطلع علينا، وهو واحد العضوه والنائب الرئيس. هادشي اللي كنشوفو، الدراري صغار راه شتي حالتهم، ما كاين ما يتشاف هنا، راه ما كاين ما يتشاف. حالتنا حاله والله، وما هذا منكر. هادشي اللي كنشوفو حنا، الا بنادم اللي كيدير هادشي، الا المسؤولين، الا كاين شي سفير كيدير لنا هادشي، خصنا نعرفوه. على حقاش دابا الماء شكون اللي متحكم فيه؟ عطاه الرئيس لجوج د الناس اللي كيحكموا في الماء. الله اعلم واش هادوك كيديروا شي حاجه في الماء، الله اعلم. حنا راه ما كنشربوا ما كنغسلوا، ما سعاده العام نكون في راسو شي حاجه راه غيطرى لا فينا. بهذا الشيء اللي كنشوفوا هاد اللقطات من سعاده العام، لا راه مزيان. ما هادو اللي هنا اللي فيهم الديفو. دابا هنا شي شارب شي عنده شي ما عندوش، هذا الشيء اللي كنشوفوا. دابا الا جيتي لهاد الدوار اللي هنا راه غتشرب غدوش، الا عندك تا زرده راه غتشربها، عندك الزيتون غيشرب. عندنا اللهم هذا المنكر، عندنا ما عندناش الماء، ما كنشوفوا الماء بعينينا ولكن ما كنشربوش. ما عرفنا هذا المشكل منين جا، واش من المسؤولين، واش من هادو اللي محكمين في الماء، الله اعلم. دابا كون طلعنا معكم للشطاطو غتشوفوا الماء كثير 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 كثير، ولكن الا شتي هاد 60 سكنه ولا اللي ما عندهاش الماء غتقول هاد الفيلاج ما فيهش الماء ديريكت نهائيا. الا جيتي عاوتاني من السوق لهنا موجود الماء. هادشي باش كنعانيو حنا. تيفير بنات حمزة، هو مشكل الماء القيمة بجاية مان، كل مرة تيمشي لنا خواس كواس واروده تترمد المصالح، الكرة غنتترخص مان، غتنهضو ربي غاتين القيمة بجاية مان، ما يديا نصلح بنادم غير مان. الماء ما كاينش، سيني سكواس هنا يدغ القيمة بجاية مان، غير يدان البهايم، دان تاوي البهايم، ردن تاي مزيغ ولا يفهمونا. كنمشيو للواد وتنهزو مرة البير مرة كنهز سميتو تنديو الحمار وكنهز بيه البوطات. شحال دابا انت بلا ما؟ شحال هادي ديال الوقت بلا ما؟ شي عامين هادي باش ما كاينش الماء، عامين هادي بقينا بلا الماء. تكرفصتي؟ ايوا والله الا كرفصنا خويا، والدراري تيجيو الكرة يرجعوا الماء ما كاينش. ايوا والله يهديهم، هاتين دانت تحاول دانت ترزي زي ما يغيني شان المصاريح ومن هذا غير عاون زي المسلم، هذا غعاون زير عام الزميلي ينيان زير القايت زيونا غدا سنين تطلب تلباسنا كلشي ندا زير صن. ايوا سنين تترا هذا غعاون يدغن ومان، اما انا مش نصرحن اتنين تخلاس، هيدا هي الحقوق نغات نتخلاس، غير هذا خسر حنا يدا. ايوا تنهضو ربي الله يرسل سيدنا.